الخبرية بتضحك، بس وصل لي كيس على البيت بالغلط، بروفيشنال لدرجة، مرتب لدرجة انه فكرته معمول بأمريكا وقلت ندوقه بعدين. ساعة البرامته قريت عليه ميد ان لبنان، مش معقول قد مرتب ومكتوب عليه انه في بقلبه زعتر. نو واي، ما دق لهم وقول لهم انا فايت على المعمل. فتنا على المعمل تنشوف كيف بنعمله. Proudly made in Lebanon من سنين. طيب عبالكم تشوفوا the whole process how it's made. يلا let's go. Our product made from corn grits اللي هو جريش الذرة. 100% natural. The concrete gets sucked by extruder على حرارة درجة 180 كثير عالية أو 200 حسب الهيدا. بلش يسحبه بينزل بالاسترودر اللي بسموها المنطقة air popping، يعني 100% عم تشوفها بتجي رو تنزل بتبلش start popping. This is from the grits. It turns into a puff. You see? A puff. You don't use hands. ما في حدا بيقدر شيء. All controlled by this button. This control unit, it's a machine automated line. هيدا اللاين fully automated line. من المواد الاوليه تلدى المنتج النهائي، ما في تاتش اوف ا هيومن انتراكشن. اللي عم نشوفه هون هو بينات باتر بيست. ايه بس باتر، ما في باتر، هو بيعيطوا له بينات باتر بيست. It gets 100% crushed and goes into a paste. البينات مثل ما هو. Yes. 100% natural. ما في شيء، ما بنحط شيء، هو بيجرايند مطحنه ويرجع هون بيصير. No flavor enhancers, no additives. This is our secret recipe, we can say it. It's our pure peanut paste. It's very healthy. Very healthy. I'm taking a concentration of كيس chips ببلعة واحدة. أنا زيت الفلايبر تبع كيس chips. البينات الملوحة. التحميصة تبع القشرة تبعها. What an experience. And creamy. والله خارج الريسبيز عم نعملهم بالبيت. هلا بنقشطهم شوي. What you said is right. The skin تبعه it has artificial benefit for killing cancer cells. After ما ينشفوا الحبات البافز بكون تحضر الفيس، نبلش ندخل through the conveyor. Parallel to this, the face بلش gets coated. The puffs is getting coated. So what you have in here, a peanut paste with the puff coated together inside this drum. كانوا بودرة، فتحوا المكنة، انكبسوا، تحموا كتير، عملوا بافينج، طلعوا. من بعد ما تنشفوا زاد عليهم بينات بوتر، شوية ملح، تحمصوا تيطلع لكم القرشة بالآخر. هوا من جوا كتير خفيف، قرشتهم لذيذة، طعمة البينات بوتر توب. كانكم عم تاكلوا تشيبس بس ما فيهم بطاطا. 100% corn and 100% natural and 100% made in Lebanon. روعة. كفي انت تصوير، انا مشغول. Exactly.
one bag of raw bites equivalent to one full meal, يعني meal replacement. إذا منك قدران مثلا تتغدى أو تتعشى أو as a snack يعطيك 15 grams of protein. وهيدا البروتين هو جاي من البينات من الميلك بروتين ومن الكورن. ومثل ما نحن حاطين انه هيدول 100% natural from real food only. كل فخر روبوتس مصنع بلبنان, بس from the packaging, from the branding اللي نعمل فيه, عملناه straight to the point, a brand اللي we can compete with international brands, من الديزاين من اللوك people بيفكروا انه جايين نحن جايبينه من برا. Robites now عم يتصدر الأسواق العالمية in the GCC, وإن شاء الله soon, very soon, it will be in the US market as well. Welcome to Snack Jaha. هيدا هو الصناعة, فخر الصناعة اللبنانية الوين تبلش فيه ب 1983, اللي هو صناعة لبنان, اللي المنتج اللبناني اللي الأجيال ربيوا عليه, اللي صلنا تقريباً 35 years and going in the same packaging, same logo. شيبس الطفولة أيام صغار بالمدرسة, قديش كان حقه زمان؟ هذا أول ما بلش كان حقه 100 ليرة, كان موجود على كل براد بيت لبناني اللي ربينا عليه من صغار لهلا. بذكركم الطفولة أيام كان عمره سنتين, ما فيه بطاطا, كنا نسميه بطاطا بس هو ما فيه بطاطا, ما فيه بطاطا. بعرف الاخ كيف تقولون هيك مضبوط. هيدي كانت الصوت جوا شكله كيس تشيبس, بس جوا ولا شفت بطاطا ولا شفت زيت, 100% healthy, معمول على الحماوة بس, واكيد بشبع ماكسيموم. وطيبين اهم شيء. هاو اتس ميد خلصت, شاركوا انبسطتوا, نلتقي بمعمل جديد بحلقه جديده باحلى بلد بالعالم ببرودكشن لبنانيه بكل فخر.